القدس الاله الواحد امين. ابي الاجله خي الشديات اختي واخواتي بالرب يسوع. المسيح قام. ان شاء الله دائما نكون شهود على قيامه يسوع. هلا قلنا نحن المسيح قام حقا قام، يعني نحن الاشخاص يلي لم يروني وآمنوا. شيء كثير حلو. طوبى لكم، الفرح لكم، لأنكم لم تروا وآمنتم، مثل ما نحن لم نرى وآمنا، ومش بس آمنا وننقل هيدي الرسالة كأنه اليوم صار حدث بيهن، كأنه باللحظة. نص الإنجيل اليوم عن طوبى بيخبرنا عن الحرب الأهلية يلي صارت وعم بتصير وبعد رح تصير كتير، بس بخبرنا عن الحرب الأهلية بأوجها، يعني وقت اللي بيصير الدم للركب. ما خاص أحكيلكم ما مطلع شو خاص الحرب الأهلية. شو هي الحرب الأهلية؟ الحرب الأهلية هي أهل بين بعضهم تخانقوا، مزبوط ولا لا؟ ناس من نفس البلد، من نفس الطينة، من نفس الموطن، من نفس المصدر تخانقوا، صار واحد ضد واحد. وتي تخانق عادة بالحرب الأهلية بيقولوا إنه حدا دخل بيناتهم، حدا حرض جهة ضد جهة. نص الإنجيل اليوم عم بخبرنا عن الحرب الأهلية بين العقل والقلب. هو اثنين من نفس البلد، من نفس الموطن، من نفس المصدر، وإذ نحن منحرضهم على بعضهم ومنوقف مع جهة ضد جهة ومنفوت العقل بالقلب، ومرات منغلب حدا على حدا، بصير نقول للعقل انت اللي بتفهم، انت اللي بتاخذ كل القرارات، انت اللي بتفكر، انت اللي بتقرر، انت الاقوى. هيدي القوة على طول عنا اياها، الاقوى هو اللي بشيل كل عواطفه ومشاعره على جنب، انت الاقوى. وبيجي حدا تاني بيقول شل العقل على جنب، وجعة راس، حلل وفكر واسال. القلب هو كل شيء، القلب هو المصدر. انت كن عاطفي، انت خذ القرار بحسب ميل القلب، بحسب عاطفتك، بحسب مشاعرك، وبيعلقوا مع بعض. حرب أهلية، نفس البيت، نفس الأهل، عقل وقلب. مين منكم هون عايش بعقل بس؟ ما حدا. مين منكم هون عايش بس بالقلب؟ ما حدا. ليش بتحرضون على بعض؟ مين منكم بفكر انه هو اقوى لانه بفكر اكثر بعقله واذكى من غيره؟ كتار. مين منكم بفكر انه هو عاطفي وقلبه كتير منيح وما حدا بيفهمه لانه مشاعره كتيره وعواطفه كتيره وبحب القلب وما حدا بيستوعبه؟ كتار. لانه انتم بدكم هالحرب تكون موجوده. لانه لا انت معك حق اللي بتفكر بعقلك، ولا انت العاطفه زياده عن اللزوم معك حق. هودي اهل نفس الوطن ونفس العيله وبدهم يمشوا سوا، ما بقى تخانقون وما بقى توقفوا مع حدا ضد حدا. لما نقرا انجيل لوقا، عفوا، لما نقرا طوما بحسب القديس يوحنا بفرجينا انه طوما وصل لمحل اكستريم، وصل للاقصى. بيقول لهم انا اذا ما دسيت بايدي، وانتبهوا كل التلاميذ عم بخبروه، مش واحد واثنين وثلاثه. قال لهم انا اذا ما دسيت وحطيت اصبعي وشفت الجروحات انا بنفسي وعملت اختباري الشخصي الحسي المادي بحسب العقل، ما رح امن. وبيبين النص وكانه طوما انسان مأذي بهالطريقة اللي تصرف فيها، لأنه الرب بيقول له هلا لأنك شفتني آمنت، طوبى للذين لم يروني وآمنوا. وكأنه أنت غلطت يا طوبى.
بس أنا قبل ما أقلكم إذا غلط أو لا، بدي أشوف حدثين أنا وياكم قبل يظهر فيهم طومة، تنشوف إذا بفكر كل الوقت بعقلي ولا لا. بإحدى المرات بخبروا يسوع إنه لعازر مات. قال لهم يسوع خلونا نسافر على اليهودية لأنه حبيبنا لعازر مات. بيعترض طومة بيقول له يا معلم اليهود يطلبون رشمك، بدهم يرجموك بالحجار ونذهب إلى هناك. هذا مين عم يشتغل؟ العقل، منطق، مع حق طومة. يا رب عم بيطلبوا يقتلوك بتقول لنا عشان نروح على اليهودية؟ فكر بعقله طومة، بيقول له يسوع يا جماعة هذا حبيبنا لعازر يلي مات، وأنا أفرح من أجلكم إنه مات وأنا مش هنيك، لحتى نروح لهنيك وتؤمنوا بيلي رح يصير، لأنه يلي رح يصير رح يخلي التمييز يأمنه. ساعتها شو بيقول طومة؟ لأنه لنذهب ونموت معه. ما دام مصر إنه يروح وفي خطر إنه يموت، خلونا نروح ونموت معه. هذا مين عم يحكي؟ الأب. توما مفصول؟ لا، توما عم بيحاول يفهم. سأل، ومن بعد ما جاوب الرب وقال له يمكن هنيك نفهمه، ساعتها قال له روح نموت معه. هذا بطل بالعقل، هذا صار بالعاطفة. بدك تموت من موت معك. بمحل تاني بيكون عم بيقول لهم يسوع في منزل أبي منازل كثيرة، أنا ذاهب لأعدها لكم، أنتم تعلمون أين أذهب وتعرفون الطريق. بيقول له طومة يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، كيف نقدر أن نعرف الطريق؟ لاحظوا طومة عنده هيدي الحشرية عطول إنه يفهم بالعقل شو عم بجرب يقول يسوع، بس ولا مرة كان بدون قلب، وإلا ما كفى الطريق معه للرب. ولا مرة كان بلا قلب، كان يفكر بالعقل ويسأل، وكان كمان يفكر بالقلب ويقول بموت معك يا رب. عنده كتير إشي عم بتخارجه بين راسه وبين قلبه. أحياناً بطريقنا بالإيمان بيطغي القلب، وأحياناً بيطغي العقل، بس ولا مرة بيفلتوا قدام بعض. حدا مرات بشد أكتر عقيد التاني، بس عطول مسكين قدام بعض وماشيين مع بعضهم. من شان هيك مار أغسطينوس بيقول أؤمن لكي أفهم، وأفهم لكي أؤمن. في ميل للقلب، في ميل للعقل، بس مع بعضهم بدهم يمشوا بالإيمان. طيب ضعتوا شيء؟ هينا كلنا عنا قلب وكلنا عنا عقل، ومرات بيطغي واحد على واحد، بس ما تخلوهم يفلتوا قدام بعضهم. شو صار مع طومة لحتى قسي قلبه؟ لأنه بإنجيل اليوم ببين إنه القلب وقف. كل التلاميذ عم بخبروه إنه المسيح قام ولا قبل، ونيك قالوا لي نذهب ونموت معه. هون كلنا عم يقولوا له يا طومة إجا المسيح وعايناه ولمسناه، ما بيقبل بقى إلا ما أنا ألمسه بإيدي ودسه، ما رح يقبل. راح بمحل اللي عم بقلكن عنه اللي نحن بنعمله، راح على الحرب الأهلية. لوين راح؟ سكت القلب واتكل بس على ميلي وحده. ولمن أنا بشيل ميلي من الميلتين بخسر الإيمان. الإيمان منه قلب، والإيمان منه عقل. الإيمان عقل عم بفتش وقلب عم بدل، بدهم يمشوا مع بعض. بس في شيء خلى طومة يفقد وحدة منهم، شو هي برأيكم؟ شو اللي فقد طومة القلب؟ ما بدها كتير تفكير. تخيلوا حالكم محله، تخيلوا حالكم انتو ماشيين مع يسوع المسيح وعندكم احلام وشايفين الحياة جنة، وعم بتحسوا انه السلام بلش يوصل على الارض،
عم تسمعوا كلامه، عم بيرتعش قلبكن، عم تنبسطوا باللي عم بيقولوا يسوع، عم بتشوفوا انه الدنيا قدامكن تغيرت. وإز مع كل الأسئلة اللي عندكن ياها يلي بعد ما تجاوب عليها، لأنه عنده كتير أسئلة كان مش كلها تجاوب عليها، بس القلب بعده مخليه يلحق يسوع ويسأل. فجأة وين بيشوف يسوع؟ على الصليب. فجأة بيموت الرب، فجأة بيخلص المشروع، فجأة ببطل في شيء. أحلامه نزلت، مشاريعه نزلت، حبه وعاطفته انخالوا، كأنه حدا طعنهم بظهره. راح كل شيء. ترجعوا تيجوا تقولوا لي المسيح قام؟ يا توما المسيح قام؟ ولك ما بقى صدق. أنا الوجع اللي توجعته، أنا المشاكل والخطة اللي عم عيشها بقلبي، هالانخضاض بين عقلي وقلبي، وهربانين ومخبيين، وممنوع نبين بيقتلونا، وممنوع نظهر، تركنا حياتنا، تركنا كل شيء، الماضي بقاش في شيء لقدام، كل شيء قررناه راح. جايين تقولوا لي المسيح قام؟ هيك؟ ما بقى اقبل انا امشي بالقلب، انا بدي دس بايدي. مشان هيك يبكت يسوع طوما على ضعف ايمانه. وين ضعف الايمان؟ اي متى بيضعف الايمان؟ لما بتربح ميله عميله. اذا ربح القلب على العقل يضعف الايمان، بصير عواطف فارغه، ما فيها مبادئ، ما فيها أسس. وإذا ربح العقل على الإيمان بتصير علم مزيف، بس بيوصل لأجوبة معينة وبيخسر أجوبة الحياة كلها. توما خسر ميلة من ورا شو؟ من ورا الوجع اللي كان عايشه. شفتوا من وين بتجيبوا الحرب الأهلية؟ لمن ما بتوعوا على الوجع اللي عم بتعيشوه، انه هو عم بيقرر مين لازم يربح بحياتكم. لمن بتمرقوا بمطبات كتيرة، لمن بتمرقوا باوقات الدمعة ما بقى تنزل من عينكم، لمن بتمرقوا بمحلات ما بقى تعرفوا تلاقوا اجوبة عجيبة هذه الدنيا، لمن تحسوا حالكم مقهورين، لمن تحسوا حالكم طلعتوا مع يسوع هنيك النهار واعترفتوا بخطاياكم ورجعتوا تفركشتوا وطبشتوا بالارض، لما تحسوا انه جو بيتكم تغير والسلام فات عائلتكم، يرجع يصير مصيبه كبيره. هودي كلهم عاشوا طوما. لما تعيشوا طلوع ونزول، طلوع ونزول، تعملوا حرب اهليه، يا اما بتروحوا صوب القلب والعواطف وبتيأسوا، وانا حرام، وانا كيف عشت، وانا يا ريت كانت حياتي هيك، واذا حدا حكي كلمه بتبكوا، واذا حدا قال لكم شغله بتموتوا. اما بتاخذوا القرار الثاني وبتروحوا عقل، بس انا بدي دقوا، اذا ما دقيت ما بقى حدا يحكيني، انا لا اؤمن قبل ما تجاوبوني على كل اسئلتي. هودي سببهم انتم، يا بتقرروا انه ترجعوا تحطوا لهم ايديهم بايدين بعض، يا بتفقدوهم. العقل كتير مهم وأساسي. كبار القديسين سألوا أسئلة. بدكم توما تاني؟ توما الأكويني سمعين فيه؟ القديس توما أعظم فيلسوف بالكنيسة، تجرأ أن يسأل أعظم الأسئلة اللي احنا بندرسه باللاهوت بالجامعات، دكتور بالكنيسة. سأل هل الله موجود؟ فقد إيمانه؟ لا، ولكن عقله عم بيساعد ايمانه انه يفهم. سال اقوى سؤال، هل الله موجود؟ ومنه صار قادر يسال السؤال بده اياه. اذا قدرتوا تتجرأوا تسالوا هالسؤال، لكم حق تسالوا اللي بدكم اياه، وما تخافوا تسالوا. ولكن ما اتكل بس على عقله، كتب مجلدات من الفلسفه. بس لما اجى بده يموت قال له للرب، قال له يا رب بعتذر اذا كنت اخطأ بفلسفتي، بعتذر إذا تركت شيء معقولة يكون سبب عسرة لإخوتي اللي بدهم يقروا فلسفتي. وبتعرفوا شو كان يعمل؟ كان مرات كتير يفوتوا إخوته بالدار يلاقوه فاتح باب الإربان وحاطط راسه ببيت الإربان، وبقول لهم كل الفكر والعلم اللي قريته بالكتب واللي كتبته واللي فهمته
ما بيساوي لحظة من اللقاء مع الإربان المقدس. الإربان المقدس منه بالعقل، بيمشي مع العقل، بس تعرفوا شو هو الإيمان يلي بيتكل على العقل والقلب سوا؟ الإيمان هو أعظم علم ممكن تصله، هو منه عواطف ومنه قصص خيالية مثل ما بفكروا بعض الأشخاص. الإيمان هو المنطق يلي بعد عقلك مش قادر يوصله، لما تقبله بتتخطى العقل بمراحل وأشواط كتير كبيرة، وبصير العقل عم بحاول يوصل لمحل ما انت وصلت، بصير عقلك يسأل أسئلة تحاول تفهم الإيمان اللي أخذك أبعد من هيدي الحياة. شو بيعمل العقل والعلماء؟ بيسألوا أسئلة، عندهم طريقة لحتى يوصلوا للأجوبة، بس محصورين بهذه الطريقة، محدودين بهذه الطريقة. بيحطوا بيطرحوا إشكالية، بيطرحوا موضوع معين، بيعملوا أبحاث وبيكرروا هالأبحاث وبيشوفوا النتائج، وإذا النتائج طلعت كلها متشابهة بيطلعوا بحقيقة وبيقول لك هاي بقبلة لأنها مدروسة. بس لاحظوا معي شغلة محدودة، مش بس مدروسة ومحدودة. أما القلب لوين بياخدك؟ القلب بياخدك أبعد من الأمور الحسية، بيفتح لك أجوبة ما بقى فيك تصدق. لاحظوا الحدث بين توما ويسوع، سأل بالعقل وقال لهم إذا أنا ما جاوبني وما حطيت إصبعي أنا ما رح أقبل. والرب بيمشي معنا مرات بمنطقنا، بس مش تمثل بمنطقنا لأنه من خاطر. قال له تعال حط إصبعك بخصري، تعال دس جروحاتي. عملت الاختبار، وصلت للنتائج، جوابك على الكيف يلي انت عم تطرحه حول موضوع معين كتير منيح، وصل لك الأجوبة اللي بدك اياها. هلا انت فهمت انه انا قمت من بين الاموات. شو الاسئله الجديده اللي بدك تسالها؟ اسئله القلب بدل الكيف منروح على الليش. هيدا صار مشروع لتوما، ليش يا رب؟ بطل كيف، صار ليش. ليش انت قمت من الاموات؟ ليش رجعت اظهرت لي هيدا الشيء؟ ليش نقيتنا تلميذ؟ ليش حكيت معنا هيك؟ ردوا لورا واخذوا لقدام بلحظه، ردوا للوقت اللي مشي فيه مع الرب واخذوا لقدام للبشاره والاستشهاد بلحظه. مش العلم اللي اخذه، الايمان، بس العلم فتح له الباب، لانه هو الايمان رجعوا مسكوا ايدين بعض لما ظهر جسد يسوع المسيح بالنص. ما تشكك، اسأل السؤال غير التشكيك. قد ايه في علاقات حب خسرت من وراء العقل؟ اتكال بس على العقل، على العقل. بيروح واحد بده يتعرف على بنت، بيسأل عنا أسئلة كثيرة وبيوصل له أجوبة، بس بعده علم، بس يقعد معها ويصير في اللقاء راح العلم وراحوا الأسئلة والأجوبة وانفتح مشروع حياة ما بيخلصوا أسئلته وما بيخلصوا أجوبته. عم تشوف الفرق؟ لقاء توما مع يسوع، لقاء الجسد، لقاء اللي بنعمله بالإفخارستية ببعدكم أكثر من منطق العقل اللي بتتكلوا مريت عليه. على سيرة الشك هيك حتى نروح شوي، فينا نشكك قلت لكم بس ما يصير مرض، فينا نسأل مش نشكك، أحلى السؤال حلو فيه فهم، بس التشكيك فيه مرات غيرة مرات أسوأ. قال في مرة بتشك كتير بجوزها، وين ما يكون بدها تسأل وينك، دقت له وينك، وقال لها أنا عند خالي اعطيني خالك بدي أحكي معه. قد يا عم أحكي معه، حكيته. هلا وينك؟ لك أنا بالباص راجع على البيت، اعطيني شوفير بدي أحكي معه. خي عم بسوق اعطيني إياه. هذا بدك مثل توما، وينك؟ يا عم انا بالكنيسه بالقداس عم صلي، اعطيني يسوع بدي احكي معه. مصلوب. هيدا التشكيك يلي بيقتل بالاخر، طب وين الحب؟ وين الثقه؟ انا لما امن بشخص بروح ما بعد
الاصبع مش رح طول بقى على السالفه اللي طولت، بس تذكروا انه اللقاء بالجسد هو كتير حلو، هو بيعطي بينطلق من العقل مرات، بس القلب هو اللي بيعطيه الطريق. ارجوكم ما رح اطلب منكم شيء الا بس يلي بينكم بعد دايرة الحرب الاهليه بقلبه وقفوها، وقفوها. انتم الخسرانين، مين بيخسر بالحرب الاهليه؟ البلد والكل. ما تخسروا انتو لانه عم بتعلقوا عقلكم بقلبكم، اتركوهم اثنيناتهم يشتغلوا، اثنيناتهم رح يوصلوا للايمان الصح. لما تخسروا وحده بتخسروا الايمان. مثل ما قلت لكم، ما تفكروا انه قيامه يسوع المسيح من الموت ظهرت بس لانه توما حط اصبعه بجرح يسوع. اوعى تفكروا هيك. قيامه يسوع يلي بتامنوا فيها، ومش قلنا المسيح قام حقا قام، هيدا الإيمان يلي بتأمنوا فيه ما بده يتكل بس على أصبعكم، يلي بده ينحط بجرح يسوع المسيح. قيامة يسوع بتبين لمن بالقلب، وبعدين العقل بيلحق القلب وبيسأل. لمن القلب يحس بأصبع يسوع عم بدق بجرحكم أنتم، مش العكس. يسوع القائم من الموت مش اصبع اللي عم بحط بجنبه، هو اصبع يسوع يلي عم ينحط بجرحنا ويلمس هيدا الجرح ويقلنا وقفوا الحرب الاهليه، انا حي بالعقل وبالقلب بالايمان، نؤمن باله واحد.